لهم انا سيناريو تخيلي ان اخر 5 دقائق في الشوط الاول هدفين. المهم الشوط الاول يخلص 1-2-0 كويس 2-0 تمام. وبعدين اخر 10 دقائق في الشوط الثاني هو طبعا سيناريو سيناريو يعني يوجع لك قلبك في تاخد لك بس في الاخر بقول لك ايه واخر سيناريو اسمع بقى بقيه السيناريو انا عايز اديك سيناريو جمل. لا طب بقول لك اقول لك بقيه السيناريو كمل بس اخر 10 دقائق اخر 10 دقائق هنجيب 3 وهيبقى 5 وبعدين هنلعب ضربك حلو قوي. انا بقى عشان اخش جوه الجيم ده انا نفسي في حاجه بكره ناخد حقنا في ضرب الجزاء. لكن السيناريو الواقعي قبل بس بتكمل لكن السيناريو الواقعي ان احنا نظهر بكبرياء نادي الاهلي طبعا ونظهر بروح الفانيلا الحمراء ونظهر بشكل وبروح جديده مختلفه ونكسب. انا شخصيا بعيدا عن النتيجه عايز بكره بقى لو سمكت بالك ولو ازارو ده لعب مثلا وخد واحد مشوار وهو راح يجيب جون راح ضربه بينالتي واتطرد ده هنا نبتدي بقى هتلاقي الجماهير دي ولعت برضه السيناريو برضه السيناريو ده السيناريو اللي انا عايز اقوله لك بقى انا لكن هو انا اتحكم في مجرى اللعب بكره في كوره زي دي تديني الاحقيه ان الراجل من واحد دول يلعبوا 10 هم ناقصين بكره باي شكل من الاشكال انت هتكون لك السيطره والتحكم ان شاء الله الضغط عليه باذن الله. هو ده السيناريو الوحيد وانا قاعد بتفرج بالعقل والمنطق كده احس ان انا ممكن نوصل للناس ان مفيش حاجه صعبه بالظبط وان